حالة إنسانية في دمياط، هي حالة من نوع خاص، صاحب ورشة للخراطة وتشكيل المعادن في دمياط ركب طرف صناعي لكلب اتعرض لبتر في الساق. نشوف مع حضراتكم الفيديو اللي بيحكي هذه الحكاية من أولها وقد إيه هي لفتة إنسانية رائعة. نفك يا حسن، فولي كده الفولي، تعال كتاب، بص بص هنا بقى، اقعدوا بقى لما كده. مشاكل يا محمد؟ عادي مشاكل؟ لسه لسه اليوم حتى مشاكل يا محمد؟ تعالي نقفل نقف تعالي 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 كل التحية لطارق كيوان، يعني الحقيقة لفتة إنسانية، ولو ناس كتيرة كده مشاعرها زي طارق أكيد هيبقى الوضع مختلف. نروح مع